بعد هذا نبدأ في الحديث عن التسلسل التاريخي لاحتلال فلسطين. اليهود والنصارى في بدايتهم، بداية العلاقة بين اليهود والنصارى منذ أن بعث سيدنا عيسى عليه السلام، علاقة عدائية مستحكمة، علاقة حقد بغضاء متبادلة بين الطائفتين، واستمرت هذه العلاقة العدائية 15 قرنا، يعني 1500 سنة، 15 قرن، منذ القرن الأول، منذ ولادة سيدنا عيسى عليه السلام، 15 قرن، 1500 سنة، حتى القرن 16 للميلاد. يعني العلاقة بينهم علاقة عدائية لأبعد الحدود. اليهود كفروا بسيدنا عيسى من أول مرة، واتهموا السيدة مريم عليه السلام بما اتهموها بها من البهتان، وكفروا بالإنجيل، ودبروا المؤامرة على قتل سيدنا عيسى عليه السلام. وعليه فاليهود أيضا، وعليه فالنصارى أيضا، من هنا هم حاقدون على اليهود لموقف اليهود من عيسى عليه السلام. لذلك ذاق اليهود الأمر على يد النصارى، خاصة في أوروبا، خاصة في أوروبا، استعبدوهم استعباد وقتلوا منهم شر قتله، وفعلوا بهم الأفاعيل، لأن اليهود حيثما وجدهم شر مستطير، ليس لا عمل لهم إلا الفساد والإفساد، ولا عمل لهم إلا إيقاد نار الفتنة والشقاق بين الناس. هذه لابد من معرفتها. بعد القرن 15 وبداية 16 للميلاد بدأ التقارب بين الطائفتين، أي بين اليهود وماذا؟ والنصارى. له أسبابه سنتحدث عنها فيما بعد. بدأ هذا التقارب شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى ما وصل إليه الآن. طيب، الآن نتحدث عن التسلسل التاريخي، وأيضا باختصار، من بداية هذا الاحتلال فكرة إلى واقع. في حديثي عن هذا الموضوع سأذكر الأحداث بالتاريخ الميلادي، مع أنني حريص جدا على التاريخ الهجري، امتثالا لأمر سيدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها، ونحن نؤرخ بها. لكن الأحداث التي سأذكرها لكم هي مؤرخة بالتاريخ الميلادي كما عند أصحابها، فهذه تقتضي الأمانة. الأمر الثاني، سأذكر أسماء مجرمين كفرة وغير، ومنهم مسلمين لكنهم مجرمون. وأن أذكر هذه الأسماء للإخبار بأفعالها الشنيعة وبأدوارها الخبيثة في احتلال فلسطين، لا أحد مثلا يعترض،
كأن نقول نذكر مثل هذه الأسماء في بيت من بيوت الله. فالله تبارك وتعالى ذكر أسماء مجرمين في القرآن للإخبار عنهم، ذكر فرعون وذكر هامان وذكر قارون، وهناك آيات تتلى فيها ذكر هذه الأسماء وتتلى في بيوت الله. الآن التسلسل التاريخي يتناول الآية، بداية الفكرة والمنادى بها، وبعد ذلك خطوات التنفيذ، الخطوات العملية لتنفيذ الفكرة، من فكرة إلى واقع، من فكرة إلى واقع. بداية الفكرة كانت بداية القرن السادس عشر للميلاد، وهذه الفكرة بدأت ببداية ما يعرف بالإصلاح الديني في أوروبا، وكان الإصلاح الديني على يد الكهنوتي الصليبي النصراني الحاقد مارتن لوثر، وهو ألماني الجنسية. هذا مارتن لوثر حاقد صليبي إلى النخاع، ألف كتابا بعنوان ولد عيسى يهوديا، ولد عيسى يهوديا. وفي هذا تقرب إلى اليهود، يعني في نوع من التصالح. الآن اليهود ما يؤمنوا بعيسى أصلا، اليهود لا يؤمنوا بعيسى، هم يكفروا بعيسى، هذه عقيدتهم. فيأتي هذا الصليبي ليتقرب إليهم، قال لا اطمئنوا، هذا عيسى مولود يهودي. وألف كتابا صدر في عام 1523 للميلاد، يعني بداية القرن السادس عشر، وطبع في ذلك العام سبع مرات الكتاب، في عام واحد في ذلك العام طبع سبع مرات حتى ينتشر، وبانتشاره تنتشر الفكرة وتصل إلى أذهان أكبر الشريحة من اليهود ومن النصارى، وستجد قبولا أو ستشكل أساسا لأرضية مشتركة بين الطائفتين. هذه بداية الفكرة. بعد ذلك نادى بالفكرة صليبي آخر وهو فرنسي، ولما نعرف الجنسيات أتعلم لماذا هذه الدول الآن في خندق واحد مع الصهاينة؟ هذا الحاقد هو نابليون بونابرت، هذا قائد محتل جبار، جاء إلى بلاد المشرق في الحملات الصليبية، وعندما وصل إلى عكا، هذه مدينة في فلسطين على البحر المتوسط، لها أسوار منيعة، فاجتاز الخطوط بجيشه الصليبي يأتي على الأخضر واليابس، فتحطمت آماله على أسوار مدينة عكا، وباءت حملته بالفشل وعاد منكسرا منهزما، فامتلأ حقدا على من؟ على المسلمين. هنا هو محتاج الآن إلى من يقف بجانبه، هو نصراني
صليبي معهم النصارى أكيد، لكن أن يضيف فئة أخرى معهم ليزداد العدد ولتقوى قوته، أخذ يستعطف اليهود، أخذ يستعطف وينادي بفكرة مارتن لوثر، ولم يكتفي باستعطاف يهود أوروبا بل استعطف يهود آسيا أيضا حتى يشكلوا معا ضد المسلمين، يشكلوا قوة. هذه أو المنادى. وهذا كان عام 1799 للميلاد. شوف من مارتن لوثر من 1523 الميلاد، نابليون بونابرت نادى بها في عام 1799 للميلاد. يعني الفكرة تنتشر متخمرة عند أذهانهم، بس تنتقل من طور إلى طور، من مرحلة إلى مرحلة. تلقف الفكرة الرئيس الأمريكي جون أدماز، وكان تلقفه للفكرة في عام 1818 للميلاد، ووعد اليهود بوطن قومي، بإنشاء وطن قومي، وبعد ذلك تلقفت الفكرة بريطانيا. الراعي الأول لها تبنتها ووقفت بكل ما تملك وسعت لتحقيق هذه الفكرة إلى واقع، وظلت إلى أن أقيم الكيان الصهيوني، لتحل بعدها محلها أمريكا لتتزعم الدول الصليبية للدفاع عن الصهاينة كما هو الحال الآن. هذه من فكرة إلى منادات بالفكرة.